السلام عليكم. بدأت في اسطنبول التركي في مدينة اسطنبول التركية أعمال قمة البوسفور العاشرة بمشاركة ما يزيد عن 3000 شخص من أكثر من 80 دولة. ويحضر القمة التي تستمر 3 أيام رؤساء دول وحكومات ووزراء ورواد أعمال وخبراء. وستركز المناقشات على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من خلال 32 ندوة. وستبحث الجلسات تحديات العولمة وسبل إنجاح التعاون التجاري بين الدول، إضافة إلى مناخ الاستثمار في تركيا ومستقبل التجارة العالمية ودورها في تغيير النظام العالمي. كما تتطرق إلى التحول الرقمي وتصاعد دور أجهزة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي كأداة تجارية ومالية. هذا ومن المنتظر أن تشهد القمة توقيع جملة اتفاقيات اقتصادية. ينضم إلينا من مقر انعقاد القمة في اسطنبول مراسل الجزيرة عمر الحاج. عمر، أهلا بك. يعني ما أبرز ما جاء في جلسات افتتاح هذه القمة؟ نعم صهيب، تحية طيبة. الجلسات الافتتاحية التي جرت منها 3 حتى الآن بدأت عند الساعة 9 بالتوقيت المحلي. في الكلمة الأولى كانت هناك في الجلسة الأولى كانت هناك كلمة للمدير التنفيذي لقمة البوسفور السيد جينكيز أوزجينجين، ثم تحدث بعد ذلك عدد من المستثمرون ورؤساء وبعض الوزراء من دول ليبيريا ونيكاراغوا، أيضا بعض المستثمرون العرب وعلى رأسهم إياد أبو غزالة رجل الأعمال الأردني. وبعد ذلك بالأحرى كان التركيز في هذه الكلمات كلها على الإطلاق أن أساس توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدان هو ضمان استقرار سياسي في العلاقات بين هذه الدول من جهة وفي البلدان ذاتها من جهة أخرى، وأن هذا هو السبيل الوحيد كما ذكروا لازدهار التعاون الاقتصادي. هذا المؤتمر صهيب الذي ينعقد في نسخته العاشرة في إسطنبول تحت عنوان نحو نظام عالمي جديد، ركز جميع المتحدثون في كلماتهم على أن النظام ربما العالمي الموجود خاصة في المجال الاقتصادي ربما يخدم دولا على حساب دول أخرى، وعلى هذا الأساس يجب أن يطرأ تحديث أو تطوير في هذا النظام. يمكن ذلك من خلال علاقات ثنائية في البداية بين الدول كما طرح بعض المتحدثين، وبعد ذلك ربما يرتقي الأمر إلى مجموعات اقتصادية، إلى علاقات تعاون في المجال الاقتصادي بين الدول المشاركة. كما ذكرتم في الخبر فإن عدد الدول المشاركة تقريبا 82 دولة، ولكن السيد أوزجينجين الذي تحدث معنا إلينا قبل قليل قال أن هذا المؤتمر بدأ ب 22 دولة والآن تحدث عن 80 دولة مشاركة. هذا يعني أن هذا المؤتمر يتقدم بخطى ناجحة كما قال، وأيضا استطاع أن يقرب وجهات النظر خاصة في المجال الاقتصادي بين الكثير من الدول المشاركة، يعول على أن تركيا دولة إقليمية تستطيع أن تكون همزة وصل بين الكثير من الدول. بالحديث عن العلاقات الثنائية بين الدول خاصة في المجال الاقتصادي، هذا المؤتمر يبدي أهمية للعلاقات القطرية التركية، وستكون هناك ندوة مخصصة فقط لبحث هذه العلاقات. أيضا وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري ستكون له كلمة بعد ساعتين من الآن. صحيح. شكرا جزيلا لك عمر الحاج من اسطنبول. نقلت وكالة رويترز عن خبراء في القطاع المالي أن أزمة السندات اللبنانية تتفاقم بسبب غياب بنود قانونية تمنع حملة السندات من عرقلة المفاوضات في المحاكم، ويطلق على هذا الإجراء اسم شروط العمل الجماعي المحسن، لكن لبنان وهو واحد من عدد قليل من الدول التي لا تستخدمه، ويسمح الإجراء للدول بإعادة هيكلة ديونها من خلال تمكين معظم الدائنين من الاتفاق على تعديل شروط السداد أو إعادة هيكلة الدين، وبهذا تتجاوز الحكومات أي عقبات قد يضعها دائن الأقلية الذين قد يفضلون التقاضي. وقال خبراء ماليون إن لبنان قد يحتاج إلى إعادة هيكلة ولو جزء من سنداته البالغة قيمتها 86 مليار دولار. قررت شركة الخطوط الجوية التونسية تسريح 400 من موظفيها العاملين بدوام كامل خلال العام المقبل ضمن خطة لخفض الإنفاق. وأوضح المدير العام للشركة المملوكة للدولة إلياس المنكبي أن الخطة نالت موافقة الحكومة. وتمتلك الخطوط التونسية أسطولا من 27 طائرة وقوة عاملة تقدر ب 8000 موظف. وكانت الحكومة التونسية فشلت في تخفيض عدد الموظفين بسبب مقاومة النقابات.
وتواجه الخطوط التونسية وضعا ماليا صعبا جراء احتدام المنافسة، وتجري الحكومة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سماوات مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي. اخبار الاقتصاد انتهت، شكرا لكم وأعود إليك مريم. شكرا صهيب.